أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من الوطن اليوم، وأبرز القضايا التي سنستعرضها هذا اليوم. سنتحدث إذن عن قمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية في الرياض التي تنطلق اليوم لبحث تعزيز التعاون. أيضا سنناقش ما قالته الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث تلاحق 151 شخصا وموقعا إلكترونيا يروجون لمستحضرات عشبية ودوائية. ملفنا الأخير هو لما الغالب خليجية، وهي الوحيدة في المجلس الاستشاري للشباب بالأمم المتحدة. بدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز باستقبال رؤساء المشاركين بالقمة الرابعة للدول العربية واللاتينية اليوم في الرياض بالمملكة. وسيفتتح الملك سلمان القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، التي يتوقع أن تعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين المجموعتين. اتحاد دول أمريكا تبلغ متوسط النمو السنوي في الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة 17%، وتتمثل أهم الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية في النفط ومشتقاته والأسمدة والحديد والصلب، في حين بلغ متوسط نمو الواردات العربية من دول أمريكا الجنوبية 20%. الشركات العملاقة السعودية وبعض العربية حقيقة في عمل جاد بين بعض، ونجدها أن منافسة. العائق الرئيسي هو النقل البحري. هنا أعدت دراسة لهذا المؤتمر إنشاء شركة مشتركة بحرية تخدم كل الأسواق إن شاء الله. عبر الهاتف معنا مباشرة من الرياض الدكتور ناصر القرعاوي، رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث. أهلا بك معنا دكتور ناصر. القمة العربية اللاتينية الرابعة، ماذا تحمل هذه السنة في دورتها بمشاركة هذه الدول الكبيرة، هذا العدد الكبير دول خليجية، عدد كبير أيضا من الدول العربية إلى جانب الدول اللاتينية؟ ما الملفات التي ستحملها هذه السنة؟ شكرا لكم. لا شك أن القمة الحالية الرابعة بين المجموعتين العربية والمجموعة اللاتينية وعددها 34 دولة، بالتأكيد تتميز هذه القمة أولا من الناحية الزمنية، جاءت في وقت جدا مهم للطرفين وقناعتهما المشتركة للظروف المتشابهة سياسيا واقتصاديا، وأيضا البحث عن نمط جديد في العلاقات الدولية وإعادة الصورة الذهنية السلبية التي كانت في الوضع السابق، هيمنة أمريكا والأوروبيين على المنافذ الاقتصادية العالمية وتهميش هذا الدور للمجموعتين. لا شك أن الملك سلمان حينما بعث برسائل الدعوة وتتضمن مفاهيم ومفاتيح للمرحلة أتى هذا الحضور الكبير والمتميز، ولذلك فإن الملفات التي طرحت أمام أو ستطرح أمام القمة المشتركة بالتأكيد في الجانب الأساسي هو الجانب الاقتصادي، والآن العالم المتحكم في أموره وهي العلاقات الاقتصادية، والجانب السياسي بالإضافة إلى الشراكات المشتركة ما بين هذه الدول. إحنا هناك شركات سعودية بدأت تبحث عن الشركات الزراعية. نعم. طيب، هل ترون بأن التعاون العربي اللاتيني سيكون له تأثير على قرارات العالم العربي؟ يعني هذا التعاون ما بين هذه الدول كلها المشاركة كيف سيؤثر بشكل أو بآخر على الدول العربية؟ بالتأكيد هناك مساران رئيسيان. المسار الأول هو المصالح المشتركة الاقتصادية. أمريكا اللاتينية تبحث عن شركاء وتبحث عن أسواق ناشئة، والمنطقة العربية وخاصة مجموعة الدول مجلس التعاون الخليجي تشكل لها هاجس كبير جدا، لأنها أيضا مرتبطة بأوبك، والقرار الاقتصادي الرئيسي في العالم الآن هو البترول، وفنزويلا والمملكة تلعبان دورا كبيرا في أسواق النفط. الأمر الآخر أيضا أن هناك أيضا توجه سياسي على أن يكون للدول اللاتينية، لأنه أيضا أمريكا اللاتينية تعاني من هيمنة أمريكا ومن تهميشها ومن الضغط عليها كما حدث مع فنزويلا مثلا ومع بعض من الرؤساء وبعض من، ولذلك الانفتاح الأخير على المجموعة العربية، لأنه العالم العربي والإسلامي
هو الذي سيقود إلى مع إلى أيضا أن سيكون هناك تكتل دولي لاتيني أفريقي عربي آسيوي، وهذا ما تبحث عنها المملكة. المملكة طيب. بدأت مرحلة السعودية، والمرحلة القادمة هي مرحلة المملكة العربية السعودية. يعني بالتحديد يعني هذا التوقيت ما تمر به المنطقة من تطورات ورئاسة المملكة لهذه القمة الآن، ما الذي ستحمله من جديد على مستوى المنطقة وعلى مستوى التأثير على ما يجري من تطورات في منطقة الشرق الأوسط تحديدا؟ لا شك أن المجموعة اللاتينية دور كبير في التأثير على القرارات الدولية، سواء عبر مجلس الأمن أو المتحدة أو المنظمات الدولية، ولذلك التقارب العربي اللاتيني سيكون له نتائج ليس فقط في الجانب الاقتصادي، إنما الجانب السياسي، حلحلة الوضع في المنطقة، والمنطقة ستعود يعني حتى وإن طالت أمد الصعوبات التي تعاني منها سوريا والعراق واليمن، ستنتهي إن شاء الله على خير، وستعود الأمة العربية، وسيعود تعود المنطقة أقوى من تأثيرا وأكثر تفعيلا. والمملكة العربية السعودية لديها قراءة جيدة للمستقبل، وعلى المجموعة العربية أن تعي أن المملكة العربية السعودية الآن تبحث عن موقع قدم في مجلس الأمن وفي المنظمات الدولية، وعدم تهميش المنطقة أو التأثير فيها، لأن المصالح التي تديرها المنطقة العربية في الاقتصاد الدولي هي ذات تأثير قوي ومباشر على المصالح المشتركة. وننتظر أن يكون هناك إن شاء الله انفراج كبير في أوضاع المنطقة خلال الشهور القادمة. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور ناصر القرعاوي، رئيس المركز السعودي لدراسات والبحوث، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض، شكرا لك. تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء ملاحقة الأشخاص الذين يروجون للمستحضرات الدوائية والعشبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. أثمرت جهودها في كشف عشرات المواقع والأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة المخالفة، ورصدت الهيئة 56 رقم هاتف نقال لأشخاص يروجون للمستحضرات الدوائية والعشبية المخالفة، وتم الرفع بهم جميعا للجهات المعنية لإكمال الإجراءات بحقهم. وتبادر الهيئة دائما إلى حماية المستهلك من المنتجات المخالفة والمغشوشة، إذ يشتري موظفو الهيئة عينات لتحليلها والتأكد من عدم احتوائها على مواد مخدرة أو ممنوعة تضر بالمستهلك. عبر الهاتف مباشرة من أبها معنا الدكتور خالد الجلبان، استشاري طب الأسرة، وكيل جامعة الملك خالد للتخصصات الصحية. إذن دكتور خالد، قبل أن ندخل في قرار الهيئة وملاحقة لهؤلاء الأشخاص، دعنا نعرج عن مدى خطورة يعني أن يكون مثل هذا الدواء وهذه المستحضرات العشبية أن تكون رائجة وهي ممنوعة، أن تكون رائجة بين يدي المستهلكين، ما مدى خطورة ذلك؟ شكرا لكم. طبعا هذه المستحضرات أو بين قوسين هي الأدوية إن جاز لنا أن نسميها، هي مواد خطرة مبدئيا، لأن لا نعرف مصدرها، لا نعرف محتواها، طريقة تخزينها، حتى في كونها مناسبة أو محتوياتها صحيحة، فمن صرفها؟ ليس هناك طبيب يصرفها، فقد تختلف حتى لو كانت سليمة، تختلف من شخص إلى شخص في وجود تفاعلات مع أدوية أخرى، وجود أمراض لدى المريض، فهي في غاية الخطورة. الأسلوب أيضا المتخذ كما تفضلتي هو مخالف للنظام، وقد يجوز لنا أن نسميه جريمة مركبة، جريمة معلوماتية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في غير المجال المناسب أو المخالف، أيضا جريمة جنائية قد يترتب على استخدام هذه المواد ضرر سواء جزئي أو وفاة لا قدر الله. طيب. قد يسم. دكتور خالد، يعني هذا مدى خطورة يعني المنتجات أو هذه المستحضرات، لكن ربما الأخطر هو وعي الناس بمدى الخطورة وربما صياعهم وراء من يروجون لهذه المستحضرات وطبعا استهلاكهم لها. يعني هنا يقع الخلل في وعي المستهلك أكثر بمدى خطورة ذلك، كيف تنصح الناس يعني الذين ربما يتأثرون بهذه الإعلانات وبما يروج له هؤلاء المروجون لمثل هذه المستحضرات؟ طبعا هي حاجة الشخص أو المريض عندما يكون لديه
مشكلة مرضية، وخاصة لما تكون مزمنة ولا يجد لها علاج، وهذا هو الطبيعي فيها، يسعى إلى طرق أخرى. فهو يسعى لهذه الجوانب نتيجة جهل أو لتعلق بالأمل، لكن هي المراهنة حقيقة هو على وعي الأشخاص الذين تصل إليهم هذه الدعايات أو يصلون إليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا الجهات الرقابية لها دور كبير حقيقة في هذا الجوانب. نعم. طيب ربما يعني أفكار الناس يعني تذهب دائما أنه المستحضرات العشبية هي مستحضرات طبيعية، مستحضرات ربما يعني يمكن أن تكون فعالة، تكون علاجية. حضرتك بصفتك استشاري طب أسرة، يعني كيف يعني يجب عدم الخلط ما بين المستحضرات العشبية الطبيعية المفيدة وهذه المستحضرات التي لا علاقة لها بأي علاج وممكن أن تكون خطرة جدا على صحة الإنسان؟ نعم، طبعا جميع الأدوية هي في أغلبها مستحضر أو مستخلصة من مواد نباتية، ولكن بكميات محددة. مصادر المواد العشبية قد تكون مميتة، قد تكون خطيرة، ليس معنى أنها عشبية أنها سليمة، قد يكون هناك إشكالية فيها. من التجارب من المرضى الذين نقابلهم نجد أحيانا خلط بعض الأدوية مع المواد العشبية، تباع لدى المستهلك على أنها عشبة الفلانية، ولكن مخلوط معها أدوية أخرى مثل الكورتيزون أو الثيروكسين أو لزيادة الوزن أو لتخفيض الوزن وما إلى ذلك. فهي ليست صافية، من يؤكد لي أنها نقية وأن العشبة الفلانية المعروف نقاءها مثلا؟ طيب أيضا هذا الموضوع وملاحقة الهيئة لهؤلاء الأشخاص يعني جاءت عبر يعني نشاطهم إلكترونيا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق وضع رقم الهاتف فقط، ويمكن أن يصلوا إلى شريحة كبيرة من المستهلكين. هنا يجب أن نتحدث أيضا عن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أو خطورة عدم الاستخدام الصحيح لها واستغلال هؤلاء يعني المروجين لمثل هذه الأدوية وهذه المستحضرات لكي يصلوا إلى أهدافهم عبر يعني مستهلكين بسطاء لا يعلمون بمدى خطورتها. كيف يعني يجب استخدام مثل هذه المواقع استخدام صحيح وعدم ربما الوقوع في فخ هؤلاء المروجين؟ طبعا في ضوء الثورة المعلوماتية والعدد الكم الهائل من وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات التبثية، قد يكون هناك صعوبة في التحكم فيها، ولذلك فالتعويل هو على المستقبل، أن والله يلتزم بالمبادئ الأساسية، أن والله يكون في طبيب، أن بعد الطبيب هو من يصرف العلاج، العلاج أنه يكون له قيم محددة ومحتويات دقيقة. عدم الانجراف أمام هذه الدعايات، هو هدفها مالي، لو فكر قليلا يعني في مصدرها، في طريقة تخزينها، في نقلها، لماذا لم تباع في المنافذ الرسمية؟ هذا يعني أن هناك خلل، هناك عدم اعتراف بها من الهيئات أو هيئة الغذاء والدواء أو الجهات الأخرى المعنية. فينبغي توعية المواطن عن طريق طبيبه مباشرة، عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق بث. يعني أي دواء غير معترف به من قبل الهيئة فهو يعني غير صالح للاستخدام أو أن يتعاطاه أي شخص؟ أبداً. أشكرك جزيلا دكتور خالد الجلبان استشاري طب الأسرة وكيل جامعة الملك خالد للتخصصات الصحية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من أبها، شكرا لك. فاصل قصير مشاهدينا، بعده نواصل برنامج الوطن اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اختيرت السعودية لما الغالب كمستشارة خاصة في برنامج مستقبل المدن السعودية المدرج تحت برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة الممتدة ما بين عامي 2015 و 2017. أصبحت إذن لما واحدة من 16 عضوا تم اختيارهم من 600 شخص قدموا من جميع أنحاء العالم للانضمام إذن إلى المجلس الاستشاري للشباب. قالت لما إن التنمية المستدامة هي محور جدول أعمال المجلس الاستشاري شباب المندرج تحت برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويعد موضوع التنمية المستدامة مهمة للأمم المتحدة ويتطلب المزيد من الاهتمام من المجتمع المدني.
لتفاصيل أكثر حول هذا الاختيار وأهداف هذا المجلس معنا إذن عبر الهاتف مباشرة من جدة السيدة لمى الغالب، المدير التنفيذي لمؤسسة شبابنا الاجتماعية وأيضا عضو إذن المجلس الاستشاري للشباب الذي تم اختيارها له. لمى مساء الخير، أهلا بك معنا. في البداية، ماذا يعني لك أن تكوني أول سعودية وسعودية الوحيدة إذن في هذا المجلس، وتم اختيارك إذن من ضمن عدد كبير من المرشحين؟ مساء النور، أهلين. أول شيء شكرا لاستضافتي، وثاني شيء طبعا بالنسبة لي يعني إحساسي في هذا الموضوع، طبعا قبل أي شيء صح إنه هو فخر ولكن هو مسؤولية. أي أحد يجي له يعني فرصة زي كذا لازم يستوعب إنه هذه مسؤولية على عاتقه، ولازم يستعين بكل يعني صفات المسلم اللي هي إن كانت الأمانة وال يعني العمل بإتقان، على أساس إنه هو يؤدي دوره بأفضل وأكمل وجه. طيب لما بالنسبة لاختيارك في المجلس الاستشاري لشباب الأمم المتحدة، لو تحدثينا قليلا عن هذا المجلس، ما أهدافه، على ماذا يركز، والمهام التي عليك أن تقومي بها بصفتك عضوة إذن في هذا المجلس؟ طيب باختصار، هذا المجلس يعني احنا زي ما قلت خبرتي هدفه انه الوصول للتنمية والاستدامة طبعا بجميع انحاء العالم. فاحنا زي ما احنا عارفين الامم المتحدة جوبهم اصدروا 17 هدف للتنمية والاستدامة في العالم. فاحنا دورنا كشباب، وكل واحد بيمثل يعني جزء من يعني انحاء العالم، هدفنا انه احنا نوصل لهذه التنمية عن طريق مشاركة افضل الممارسات اللي هي تقام عالميا، ان كانت في هو التنمية والاستدامة عنده ثلاثة يعني شقاق، عنده الاقتصاد والبيئة والمجتمع. فكل واحد حسب التخصص لازم نشارك افضل الممارسات، لازم نناقش ايش هي المشاكل اللي هي يعني بتصير حاليا. فمثلا احدى الشباب اللي هم موجودين في المجلس من المانيا بيتكلم على مشاكل اللاجئين اللي بتواجه بلادهم وكيف ممكن يعالجوها، فكثير من الدول بيواجهوا هذه المشكله. الشباب اللي في سريلانكا وبنغلاديش بيتكلموا على عدم وجود السكن وكثره المناطق العشوائيه. شباب ثاني إذا لما يعني هو يناقش بعض المشاكل، يعني كل عضو بحسب ربما المشكلة الأهم والمشكلة يعني اللافتة خلال الفترة الأخيرة، لكن هل يتحول إذن إلى خطط عملية على الأرض؟ هل لدي عليكم مسؤولية القيام بأي ربما تغيير على الأرض انطلاقا من هذه المناقشات؟ نعم طبعا، احنا يعني زي ما قلت لك احتياجات الناس كثيرة، من سكن لعمل لتعليم لصحة، وكل واحد حسب دولته هو حيقوم باللي عليه. أنا بالنسبة للسعودية فأنا ضمن برنامج المدن المستقبلية اللي هو مكتبهم في الرياض مع الأمم المتحدة، وهذا البرنامج ممول من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. فهذه يعني هذا البرنامج مختص إنه يطور 16 مدينة من مدن المملكة من ناحية يعني إذا كان توفير السكن أو توفير يعني الطرق اللي هي إن كانت الطاقة الخضراء أو الحفاظ على البيئة من ناحية إعادة التدوير وإلى ذلك، والمناطق الخضراء وأساليب الترفيه وإنشاء مجاميع للشباب والسيدات على أساس إنهم يصير في لهم ترفيه وتثقيف بنفس الوقت. فدوري أنا بالإضافة للمجلس هو أني أنا أساعد وأساهم عن طريق المجلس إذا كان في أي اقتراحات من دول العالم الثانية لهذا البرنامج اللي هو موجود حاليا مكتبه في الرياض، ونشوف إيش ممكن نقدم في 16 مدينة في المملكة وكيف ممكن نبدأ في تطبيقه، عشان هذا البرنامج مدة تقريبا 8 سنين من الآن، يعني بدأ قبل سنة. نعم. ويبغى له 8 سنين عشان ينتهي، وعنده الميزانية لأنه يسوي هذه الأشياء. فإن شاء الله بتضافر هذه الجهود ممكن نلامس التأثير على أرض الواقع. طيب بتحسي لما أنه عليك مسؤولية كبيرة أنك تمثلي المملكة يعني بالوجه وبالصفة التي تشرف يعني فتاة سعودية من المملكة العربية السعودية مشاركة في هذا المجلس؟ إيه يعني هو طبعا صعب، وأنا ما بدعي يعني طبعا الكمال، والكمال ليس الكمال إلا لله. أظن من أهم الأشياء إذا أي أحد يمثل يعني شريحة من الشباب أو شريحة من المجتمع لازم هو يسعى في أنه يبحث
وإنه يستشير خبرائها، يستشير شبابها، يستشير نسائها، على أساس إنه يقدر يمثل الصورة يعني طبعا بجهد وبأكمل جهد يعني وبأكمل طريقة. فهذا اللي احنا جالسين دحين جالسه بحاول إنه أجلس مع الخبراء اللي في هذا المجال، إن كان الدكتور الفاضل مالكي أو المحامي الأستاذ كمال شكري، بحاول أوصل له الأستاذ مشعل النعيمي، وكثير منهم اللي هم ما شاء الله عليهم يعني متأسسين في هذا المجال. نعم. ونشوف كيف ممكن نفيد ونفيد ونستفيد بأفضل الطريقة. بالتوفيق إذا لما، ونشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا. لما الغالب من جدة طبعا، التي اختيرت لتكون خليجية وحيدة في المجلس الاستشاري شباب في الأمم المتحدة، شكرا لك. حظيت المرأة السعودية بنصيب وفير من الرعاية والاهتمام من قبل القادة في المملكة، فكان لها دور بارز في كافة الميادين وحققت العديد من الإنجازات. دخول المرأة في الانتخابات البلدية من أهم الإنجازات التي حققتها المرأة السعودية إذا تاح لها الأمر الملكي الذي صدر في 25 من سبتمبر سنة 2011 المشاركة في انتخابات المجالس البلدية ناخبة ومرشحة وفقا للضوابط الشرعية، كما أن دخول المرأة مجلس الشورى مستشارة ثم عضوة كان خطوة مهمة أيضا. وصلت المرأة السعودية إلى المناصب القيادية فتولت منصب نائب وزير التعليم. أما فيما يخص التعليم الخاص فقد أعطيت القدرة على إكمال دراستها داخل المملكة دون عناء السفر إلى الخارج، وذلك بعد افتتاح العديد من الجامعات والكليات الأهلية. كما منحت القيادة الطالبات الفرص في الابتعاث لاستكمال الدراسة في مختلف الدول، إذ دخلت مسيرة الابتعاث في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حقبتها التاسعة، فوصلت المرأة السعودية إلى جامعات عريقة في كافة أنحاء العالم. من المنجزات الهامة أيضا التي حققتها المرأة السعودية في السنوات الأخيرة الحصول على أول رخصة لمزاولة مهنة المحاماة، ومنحها نفس الحقوق التي تمنح للمحامي الرجل. ليس ذلك فحسب، فوزارة العدل استحدثت العديد من الأوامر القضائية والتعديلات الجوهرية في الأحكام المتعلقة بالمرأة بشكل خاص، من أهمها تسهيل إجراءات حصولها على صك الإعالة تمهيدا للتقديم على المنح السكنية. قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إن دورية تابعة للمرور تعرضت لإطلاق نار بالقرب من حي الخويلدية بالقطيف، نتج عن الحادث إصابة مساعد قائد دورية المرور واثنين من المارة، تم نقلهم إلى المستشفى وحالتهم مستقرة حاليا، فيما باشرت الجهات الأمنية إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها. أكدت هيئة السياحة والتراث ارتفاع نسبة السياح الخليجيين في المملكة 25%، أنفقوا فيها 11 مليارا و800 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2015. وأوضحت في إحصائية نشرتها على صفحتها بموقع تويتر أن أكثر الزائرين للمملكة من الكويت والبحرين ثم قطر والإمارات، إضافة أن عدد السياح الخليجيين تجاوز 5,200,000 شخص، قضوا 30 مليونا ونصف المليون ليلة خلال 6 أشهر. أعلن مدير مبيعات موقع تويتر في الشرق الأوسط بنجامين أمبين أن 500 مليون تغريدة تصدر من المملكة العربية السعودية شهريا، وكان يتحدث عن مستقبل موقع تويتر في المنطقة في ندوات خاصة بشركة أرامكو تقيمها تحت عنوان مستقبل مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت دراسات متخصصة أن المملكة تعتبر من بين الدول الأعلى استخداما للتويتر، وأن الطائر الأزرق يجذب السعوديين أكثر من غيره من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. احتفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بوصول آلة حفر الأنفاق العملاقة التي أطلق عليها سكان الرياض اسم جزلة إلى موقع محطتها الأولى المجاورة لمحطة سكة الحديد ضمن الخط البرتقالي من قطار الرياض. وخلال الحفل شهد الحضور رأس الآلة أثناء اختراقه لجدار المحطة التي تقع بعمق يبلغ 25 مترا تحت الأرض، ذلك بعد أن أنهت هذه الآلة حفر نفق مسار الخط البرتقالي في المنطقة الممتدة من جنوب استاد الأمير فيصل بن فهد حتى موقع المحطة الأولى بجوار محطة سكك الحديد في حي الصناعية بطول 1,200,000 متر، وذلك منذ انطلاق أعمال الآلة في منتصف شهر رمضان الماضي.
في هذا نصل المشاهدين ختام هذه الحلقة من الوطن اليوم للتواصل معنا ولطرح آرائكم واقتراحاتكم أفكاركم. طبعا الإيميل الخاص بالبرنامج الوطن اليوم @الان.تي في، أيضا مشاركتنا عبر تويتر على هاشتاغ الوطن اليوم. طبعا دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا موقع تلفزيون الآن على الإنترنت، وابقوا دائما مع شاشة الآن لمتابعة آخر تطورات على الساحة العربية والعالمية. استوديو الآن طبعا الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات، 7 بتوقيت السعودية. سيكون معكم زميل محمد عمر، إلى اللقاء.